دكتور خالد عبد العزيز، بنرحب بحضرتك في اخبار اليوم، وبنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه العام الجديد، وعايزين كلمه للاستفتاء على الدستور للشعب المصري. اولا كل سنه وانتم طيبين، وتهنئه للصديق الاستاذ ياسر رزق على انه بقى رئيس مجلس اداره. يعني الحقيقه هو يستحق كل تقدير، والحقيقه المؤتمر انا شايفه مؤتمر محترم جدا، في نزعه وطنيه جميله جدا، وده اللي بيحمس الشباب قوي. الاقبال كبير قوي من الصبح بدري، وانا شايف انه يعني انتشار هذا يعني المؤتمر في اماكن مختلفه على مستوى مصر كلها، اعتقد هيكون لي دور كبير جدا في دعم الناس انها تنزل للاستفتاء ان شاء الله. مع الوزير، هل تم الدعوه لمراكز الشباب للاستفتاء على الدستور من خلال ان هم يعملوا مؤتمرات يوعوا الناس؟ والله احنا بنعملها بطريقه مختلفه. تعرف الشباب ما بيحبش حد يقول له انزل، صحيح، انما الشباب يحب انك تتكلم وتتناقش معاه، هو يسمع ويقتنع. فاحنا بنحاول نجيب الناس اللي فاهمه قوي في الموضوع، اللي الشباب بيحاول يحاورها، ولما بيقتنع هو بنفسه هو هينزل، يعني طريقه غير مباشره ان هو ينزل او ما ينزلش، هو براحته، بس على الاقل بنتكلم معاه بنتناقش معاه. طبعنا له نسخه للدستور مجانيه عشان تبقى في ايده، يقرا كل البنود ويحب يناقش في اي حاجه. بس انا شايف الحقيقه من كل المؤتمرات اللي بتتم ان باذن الله الرقم هيبقى غير مسبوق في الاستفتاء على الدستور، والموافقه هتبقى كبيره قوي ان شاء الله.